خالص على انه الراجل ما حطش ايده على التشكيله. انا لحد دلوقتي برضو مش حاسس ان هو حط ايده على طريقه اللعب. يعني هو مره بيلعب 4 2 3 1 ومره 4 2 2 2 ومره بيلعب ب 3 4 3 ومره هو الاسامي دي تطلع لك اشكال كتيره ومنتجات كتيره، لكن انت بعد 11 اسبوع النهارده اللقاء ال 12 ما رستش على طريقه. بص هو بيبقى ميزه ان انا عندي قماشه اقدر اشكل منها والعب باكتر من طريقه، وده اتفقنا عليه. بس المهم ان انا القماش كله يطلع لي حاجات كويسه في الاخر، انا ما طلعتش لسه حاجات كويسه بالزبط. من ولا قماشه النتائج مش متظبطه النهارده، يمكن النهارده لعب ثلاثه شويه كان كويس ماشي. ما هي الفكره كلها انت بتلعب كل مباراه حسب ظروفها، يعني حسب الخصم، ولا انت هتثبت طريقه هتلعب بيها؟ انا لحد دلوقتي مش شايفه مثبت طريقه خالص. شايفه بيغير حسب المنافس ماشي، وده بيخلي فيه لخبطه بالنسبه للعيب. لعيب مش عارف النهارده هيلعب ثلاثه ولا هيلعب اربعه ولا هيلعب باك رايت ولا باك ليفت. ايه اصلا هيعمل ايه؟ انا وجهه نظري انه عنده لعيبه مميزه يثبت طريقه وعلى مدار المباراه يقدر يغير حلو حسب هو عايز ايه من المباراه. النهارده عايز اكسب، يبقى محتاج العب بطريقه المعتاده اللي بكسب. عايز ادافع شويه يبقى احط واحد عنده واجبات دفاعيه شويه.